عمر هذه السيارة 10 سنوات. حولتها شركة بي بي الليتوانية من سيارة تعمل على الوقود إلى سيارة إلكترونية تشحن كهربائياً. الشركة أخذت المبادرة في سعي الحكومة للنهوض بقطاع السيارات الإلكترونية، فعمدت إلى شراء أسطول سيارات من طراز رينو تعود للعام 2002 وبدأت بتحويلها إلكترونياً. العملية لم تقتصر على استبدال المحرك، فتم إضافة قاعدة مضادة للتآكل وأعيد طلاء السيارة من جديد، أما خزان الوقود فاستبدل ببطارية. نهدف إلى تصنيع 20 سيارة شهرياً، وسنبيعها مقابل 7000 يورو من دون الضريبة طبعاً. سيقتصر بيع السيارة داخل ليتوانيا. وقد استثمرت الشركة في المشروع حتى الآن 95,000 دولار خلال 3 سنوات، على أمل أن يساهم هذا القطاع بتحريك اقتصاد الدولة الصغيرة التي تشكل السيارات المستعملة 95% من مجمل السيارات التي تسير على أراضيها.